أشرقت أنوار الصباح وفتحنا نافذة الإطلال عليكم، تلقي بظلالها أنوار من الأمل والتفاؤل بصباح إن شاء الله يكون جميلا ومشرقا. أصبحنا على حب الله والوطن المقدس والناس، ونحن نتمنى الخير للجميع وأمنيات بصباح جميل لكل أحبتي المشاهدين. وحين أصبح الصباح عانق الياسمين والورود التي جعلت قلوب البشر صافية ومشرقة. والخير والعيش الحسن، قد كنت أول موطن في الأرض يا أغلى وطن. يا جنة الدنيا التي أسعدت روحي والبدن، ما لي أراك أترتدي ثوب المآسي والوطن. تصلين أنواء الشقاء بين الحروب أو الفتن، حامت عليك جوارح شتى وجارت في العلن. تقضي سقوطك في الردى ما بين موت أو وهن، أو أن تقودك جثة في الذل تدوي والعفن. لكن صمودك قد غدا أسطورة حبا ومن، مهما ابتليت مصاعبا ستظل حرا. يا يمن روحي، يا يمن، يا من بك ابتهج الزمن، يا قبلة التاريخ، يا نبع الحضارة والمنن، مهد العروبة والهمم والخير والعيش الحسن، قد كنت أول موطن وطن. مهما يكيد لنا العدا لتطول آهات الفتن، سيعود صبحك رائعا وتزول آثار المحن. هيا ارتدي ثوب الجمال سي جراحك والحزن، ولتجمعي كل القلوب ودمري زيف الوثن. سيري على درب الخلود إلى المعالي والمنن، صدي غبارك والجمود كما أرادك بيزن. يا درة الأوطان، يا أرض السعيدة، يا يمن، يا قبلة التاريخ، يا نبع الحضارة والمنن. يهديك روحي يا يمن، أسعد الله بالخير صباحكم مجددا، وأحييكم في هذا الصباح الجميل بحضوركم عبر برنامجكم المباشر صباح اليمن اليوم، الذي يأتيكم دائما عبر شاشتكم قناة اليمن اليوم. الإعلام الرقمي وتأثيره على أمن المعلومات، هذا هو موضوع حلقتي لهذا الصباح، الذي أتشرف أن يكون معي في الاستوديو البروفيسور الدكتور عبد الكريم الوزان، عميد كلية الإعلام جامعة ابن النفيس والباحث في مركز أبابيل للدراسات الاستراتيجية. الله بالخير دكتور. الله بالخير، أهلا وسهلا فيك، حياكم الله، واشتقنا لشوفتك يا دكتور. حياك الله من أصلك الطيب. أنا في البداية باسمي ونيابة عن جميع الزملاء في قناة اليمن اليوم أهنيك على حصولك على شهادة البروفيسور التي منحتك فيها أحدى الجامعات البريطانية. هذا شرف مش بس للعراق، يعني شرف للوطن العربي بأكمله. إن شاء الله، بالفعل هو هذا شرف لأهلي في العراق والوطن العربي، وإن شاء الله كل جهد وكل علم هو يعود لأهلي في الوطن العربي. والله نتشرف يا بروفيسور أن تكون معنا في هذا الصباح. جنابك الشرف، حياك الله. السادة المشاهدين، أتمنى أن تنال فقراتي القادمة رضاكم وأعجابكم، كما تعودنا البداية الجميلة والرائعة مع المهندس رشيد العريق الناطق الرسمي لقطاع الأرصاد في الهيئة العامة للطيران المدني باش. مهندس رشيد، أتمنى أن يكون صباحك خلال هذا الخميس جميلا ومشرقا. وأنا كذلك أتمنى لكم هذا وأديت أيضا كذلك، وربنا يوفقكم أخي صبري، وأشكركم على تواصلكم الدائم معنا، وأشكر أيضا طاقم البرنامج وكذلك ضيفكم الكريم في الاستديو الدكتور عبد الكريم الوزان وجميع المشاهدين الأكارم. شكرا يا باشمهندس. هل هناك مؤشرات حول قلة تساقط الأمطار عندما كانت عن ما كانت عليه خلال الأسبوعين الماضيين في بلادنا الحبيبة؟ ضعنا في صورة أحوال الطقس التي سادت بلادنا، ما الجديد خاصة عن عودة الارتفاع في درجات الحرارة؟ الكلمة لك. فعلا أخي صبري، قلة الأمطار خلال اليومين الماضيين
وهناك مؤشرات باستمرار قلة الأمطار خلال الأيام القليلة القادمة، لكن من المحتمل أن تعود مرة أخرى، وذلك يعود لتلاشي المخفض القوي الذي أثرت به بلادنا منذ أكثر من أسبوعين، وقلت أيضا الرطوبة المتدفقة من البحر العربي وخليج عدن والبحر الأحمر باتجاه معظم محافظات بلادنا، إلا أن تغطية السحب لا تزال على أغلب محافظات الجمهورية، ولكنها ليست بتلك الفاعلية التي كانت قبل أسبوعين كاملين بل وأكثر، ومنذ يعني بالذات من يوم 12 يوليو وحتى يوم أمس، لكن هناك هطولات أمطار كانت ما بين الخفيفة والمتوسطة، وذلك على أجزاء من تعز وضواحيها، مدينة تعز وضواحيها، وكذلك مديرية برات محافظة الجوف، وهطلت أمطار أيضا على مدينة إب، وكذلك أمطار خفيفة على. أنت معي باش مهندس؟ إن شاء الله أن تكون، إن كان هناك هطول للأمطار نتمنى أن تكون أمطار خير وسقيا. يبدو أن هناك خلل فني في التواصل مع المهندس رشيد العريقي. السادة المشاهدين، التمارين الرياضية تعرف على أنها نشاط بدني يقوم به الشخص للحفاظ على صحة الجسم وتحسين القدرة البدنية، وتختلف التمارين والممارسات الرياضية باختلاف الهدف والغاية من القيام بها، ويتم ممارسة التمارين الرياضية للحصول على جسم صحي خال من الأمراض أو التخفيف من حدة بعض الأمراض المزمنة، وغالبا ما تكون التمارين الرياضية محكومة ببعض القواعد والإرشادات، وذلك لضمان الحصول على نتائج مرضية دون إيذاء الجسد نتيجة لقيامه بالتمارين بشكل خاطئ أو مبالغ فيه.
على تنوع المصطلحات واختلاف نسبة الإعلام لأي جهة رقمية كانت أو إلكترونية، يبقى التسليم بأن هذا النوع من الإعلام هو دمج لوسائل التكنولوجيا مع رسالة الإعلام وانصهار الكمبيوتر وشبكات الكمبيوتر والوسائط المتعددة في طريق إيصال الرسالة الإعلامية. ومنذ أن ظهر للعالم عنصر جديد ساهم بنقلة نوعية فريدة في تغيير هوية الإعلام إلى حد ما وإضفاء مميزات كانت مستهجنة أو غير متوقعة، ربما أصبحت فكرة الميديولوجيا تدور في الأفق الإعلامي. فمنذ بدأ التداول بمصطلح الإعلام الجديد وشبكات الاتصال التي تستخدم الأدوات السمعية والبصرية الجديدة مستعينة مع التطور التقني الذي حصل في العام 90، أطلق على هذه الفكرة الإعلام الرقمي. ومع دخول التكنولوجيا أوسع أبوابها وأخذ الإعلام الجديد أو لنقل الرقمية حتى الإعلام الإلكتروني نصيبا وافرا من اندماجه مع وسائل التكنولوجيا المعاصرة أواخر الألفية الماضية وإلى يومنا هذا. السادة المشاهدين، مع تطور التكنولوجيا ودخول الأنترنت حياتنا العملية والشخصية بشكل أساسي، وبما أن مهنة الإعلام لطالما اتسمت بالمرونة والتطور، كان لابد من مواكبة تطورات العصر وابتكار اختصاص يحافظ على قواعد المهنة الإعلامية بمفهومها العام ويدمج التطورات التكنولوجية التي غيرت في قوالب المهنة وفرضت أشكالا جديدة ومعاصرة للأخبار والتقارير وغيرها. فكان اختصاص الإعلام الإلكتروني هو الاختصاص الذي يجمع بين الأصالة والحداثة في مهنة الإعلام، حيث يسابق الزمن ويخترق الحواجز ويعد مساحة لإبراز المواهب والتمييز والتميز والإبداع. ويهدف اختصاص الإعلام الإلكتروني إلى بناء جيل إعلامي واع ومتمكن من الأدوات الإعلامية المعاصرة من خلال مقررات تعليمية تعتمد على المنهاج التطبيقي بقدر النظري، وتهيئ للطالب لسوق العمل إعلاميا وتكنولوجيا. ورحب مجددا بالبروفيسور عبد الكريم الوزان، مرحبا بك دكتور. دكتور، يسأل الكثير من الشباب العربي اليوم عن ما هو الإعلام الرقمي ويريدون معرفة إجابته، وربما القليل منهم يدرك أنهم بشكل أو بآخر يمثلون جزءا من منظومة الإعلام الرقمي. نعم، حياكم الله. العالم في تطور مستمر والعلوم تتقدم، ومن ضمنها علوم الإعلام. الإعلام بشكل الطبيعي والتقليدي هو تعبير موضوعي لعقلية الجماهير وميول الجماهير واتجاهات الجماهير وروح الجماهير في نفس الوقت، هو مرآة عاكسة، وله وسائل معروفة تقليدية، وسائل جماهيرية، وسائل عادية، إذاعة، تلفزيون، صحف، وهكذا. لكن مع التطور، وخاصة منذ العام 1947 إلى عام 1956، بدأ ما يسمى بالرقمنة. الرقمنة حيث كانت في بداياتها بسيطة حينما تم العمل على الترانسستر وبعض الحواسيب، ثم حتى العام 2000 أخذت الرقمنة تطور واضح ومفتوح وواسع ومنتشر بشكل كبير. وحتى في الوطن العربي، الجامعة العربية عام 2018 عقدت جلسة لهذا الموضوع مع مجلس الوحدة الاقتصادية، وتم تدارس الكثير من هذا القرار. من ضمن هذه الأمور الإعلام الرقمي. الإعلام الرقمي هو التزاوج ما بين تقنيات الحاسوب والأجهزة النقالة كالنقالات، وبين تقنيات الإعلام المختلفة كالصوت كالفيديو وهكذا. فهو إذن تقنيات جديدة لوسائل الإعلام وللقائم بالإعلام. هذه التقنيات الديجيتال استخدمت التكنولوجيا الفائقة والحديثة في برمجة وتطوير كل وسائل الإعلام من أجل كسب وصول الرسائل بأقصى سرعة إلى المتلقي
وكسب رجع الصدى لكي يتم تعديل الرسالة الاتصالية أو الإعلامية، وبالتالي تحقيق الهدف المنشود من الإعلام. طيب سعادة البروفيسور، يعني لو قلنا أنه الإعلام الإلكتروني اليوم هل أصبح جزءا رئيسيا من الحياة العامة للأفراد وللناس؟ أصبح الناس مثلا لا يستطيعون الاستغناء عنه، خاصة الإعلام الإلكتروني، يعني بصراحة أصبح اليوم مسيطر على الناس، مسيطر على معيشتهم، على حياتهم، على تعاملاتهم اليومية. يعني الإعلام الإلكتروني، لاحظ أبسط مثال، نحن نستخدمه في الجوالات في النقالات. لو أي فرد قام بإغلاق جواله لمدة ساعة ستجده تائه، مرتبك، وهذا يعكس أهمية الشبكة العنكبوتية النت التي من خلالها تطور الإعلام الإلكتروني. الإعلام الإلكتروني اختصر المسافات وقرب الأهداف وقدم طرق سريعة للعيش بحياة سعيدة من خلال توفير الخدمات ومن خلال تحقيق الأهداف، سواء في مجال الاقتصاد كالتسوق أو في مجال النقل مثل شركات أوبر وكريم تستخدم عبر الشبكة العنكبوتية، أو من خلال الاتصال بالعالم ومعرفة ما يجري في العالم، إضافة إلى أهمية تحقيق التواصل الاجتماعي العائلي من خلال هذا الجانب، وأيضا من حيث تشكيل الرأي العام، سواء كان رأي عام جزئي أو رأي عام محلي أو رأي عام دولي. كل هذه الوسائل اعتمدت على الإعلام الإلكتروني الذي قرب الثقافات والحضارات وقرب العلوم ومهد للباحثين الاطلاع على الرسائل والأطاريح والمجلات والمصادر والحضور إلى المؤتمرات عبر برنامج زوم مثلا والبرامج الأخرى، وأصبحنا نحضر مؤتمرات بكل سهولة ونحن في دورنا. فإذا جوانب الإعلام الإلكترونية في أكثر ميدان، اجتماعية واقتصادية وسياسية وأمنية أيضا في تحقيق الأهداف واستتباب الأمن، وعلمية وإنسانية، وفي نفس الوقت تعتبر ثقل كبير في التأثير على الرأي العام، وهذا مهم جدا، لأن الرأي العام كان يخاطب بشكل تقليدي فيما مضى، شيخ العشيرة يكلم أعيان أو رئيس أسرة يكلم أفراد. الآن نستطيع من خلال الإعلام الإلكتروني أن نخاطب العالم أجمع فنؤثر في شاشة واحدة. طيب بروفيسور عبد الكريم، يعني بصراحة يعني الغرب بيستخدم الإعلام الرقمي والإلكتروني في فوائد كثيرة لتسهيل معاملاتهم لأمورهم، لكن للأسف الشديد يعني احنا كمجتمعات عربية نستهلك الكثير من الوقت. هناك من يستخدم مثلا الأجهزة الذكية للألعاب، لأشياء لا تغني ولا تسمن، ولا يعني نحن شعوب مستهلكة لهذه البرامج ولا نستفيد منها للأسف الشديد. نحن شعوب يعني نستهلك هذه، وفي نفس الوقت قضايا كثيرة لم نتعود عليها بعد، الديمقراطية، التقارب مع الدول الأخرى حضاريا، التفاهم بين الأديان، التعامل واستغلال العلم وما يتعلق بالإعلام الإلكتروني، خدمة الإنسان والبشرية، المشاريع، العمل. يعني سبحان الله، الإنسان ميز الفرد ومكنه ليكون أفضل المخلوقات، وبالذات في الجانب العقلي، فتسيد الإنسان على الخلق بعلمه، فأصبح يدير المخلوقات الباقية كإنسان ويعمر ويدير الحضارة. هذه العلوم التي عز وجل منحها لنا، وما أوتينا من العلم إلا قليلا، يفترض أن نستغلها استغلال إيجابي
لصالح الإنسانية والسلام. لاحظ أنا وضعت الإنسانية والسلام في المقدمة، لماذا؟ لأنه إذا انتفت الإنسانية وانتفى السلام لن يكون بناء، ولن تكون تنمية، ولن يكون عمل، ولن يكون تحضر، ولن يكون إنتاج. وسنعود إلى العصور الحجرية أو إلى أجلكم الله حياة المخلوقات الأخرى. الإنسانية والسلام تحقق من خلال العلم، ومن هذا العلم الإعلام، التقنيات، الرقمنة، الإعلام الإلكتروني. نستفيد بدل أن نستثمر هذا الإعلام للتجسس، نستثمره للطب، نستثمره لنشر التعليمات الإيجابية، نستثمره في المستشفيات، نستثمره في التعليم، نستثمره في التحذير في الجانب الأمني، نستثمره في التسوق، في الاقتصاد، نستثمره في ميادين كثيرة. لذلك هذه العوامل تحصل بسبب عوامل سلبية أخرى، منها أولا الوضع الاقتصادي في بلد ما، الوضع الاجتماعي، الوضع الأمني، الوضع الثقافي، الوضع المذهبي، الوضع القبلي. هذه الأمور مجتمعة تجعل الفرد يتعامل مع التقنيات الحديثة ومن ضمنها الأعلام بطريقة غير متناسبة، أما يستخدمها سلبا، وأما يستخدمها بالخطأ، وأما لا يستخدمها بالشكل الذي يخدم البلد. لذلك إذا ما أردنا أن نحسن استخدام الإعلام والإعلام الإلكتروني وهذه التقنيات، علينا أن نثقف، علينا أن نبدأ بتدريس الإعلام في المدارس الثانوية. لماذا لا يدرس الإعلام في الثانوية والإعلام هو الحياة؟ يعني أنت مع تحديث المناهج؟ نعم، الإعلام بالذات، يعني ندرس الفيزياء، ندرس الكيمياء، ندرس النبات، طيب الآن الإعلام أصبح في كل بيت حسب أفراد الأسرة 5 أجهزة 4 3 7 كلها تستخدم الإعلام. هذه خطورة اجتماعية، لنهذب الأفراد، لنحافظ على البلد، لنخلق حصانة فكرية أمنية. كيف ندخل مادة الإعلام كمادة تعليمية؟ أولا لكي يتم استخدام الإعلام بشكل صحيح، ثانيا لخلق حصانة فكرية، ثالثا لمنع مصدات تجاه البروباغاندا السلبية والعولمة التي تحاول التأثير على الحصانة الفكرية للفرد وللبلد. طيب ما أهمية الأمن والاقتصاد في حياة الشعوب لمواكبة التطور الهائل الذي يحدث يوميا؟ إذا ما حققت لي أمنا، وإذا ما حققت لي اقتصاد بالشكل المعقول، يعني الشكل الذي يجعلني أذهب وأجي آمن، وأفراد أسرتي يذهبون ويعودون آمنين، وإذا ما توفرت لقمة العيش، فإنني سأتجه نحو الإبداع والعلم. التركيز الفكري لن ينشغل كيف آكل، كيف أتسوق، متى يعود ابني، هل ستعود زوجتي آمنة. هذه العوامل لو انتفت، تفكير الإنسان سيتركز نحو البناء، نحو الإبداع، نحو البحوث، نحو التطلع، نحو التجديد. الحياة تتقدم وتتجدد، فلذلك هناك علاقة وثيقة ما بين الأمن والاقتصاد، وما بين البناء وما بين استغلال الإعلام في الأمن والاقتصاد. يعني حتى إذا الإعلام القائم بالاتصال، سواء القائم بالاتصال كان موظف أو صاحب مالك وسيلة، فإنه إذا توفرت هذه الظروف له وللعاملين، ستكون رسالته الإعلامية رسالة ذات خطاب إعلامي ممنهج دقيق حيادي،
وفي ضوء هذا سنعمل جميعا على بناء البلد. أنت بتشوف أنه الإعلام الرقمي هل يمكن أن يؤثر على أمن المعلومات؟ هذا موضوع خطير، تسعى الدول كثيرا للحفاظ على أمن وسلامة المعلومات لمواطنيها، وشرعت قوانين، ولكن كل ما يتقدم العلم هو يتقدم إيجابا لخدمة الفرد، لكن أيضا هناك من يستغله سلبا لاستغلال هذا التقدم. بمعنى قبل أن يتطور الإعلام وقبل وجود النت والشبكة العنكبوتية والفيس وكذا، كانت معلوماتك حصينة، صورك حصينة، كيف يصلوا إليك؟ لا يوجد إنترنت، لا يوجد واتساب، لا يوجد فايبر. حينما تقدمت الحياة والرقمنة أيضا تحدثت الأجهزة بأسلوب علمي تقني عالي المستوى، الجانب السلبي فألهمها فجورها وتقواها، الفجور أيضا يرتفع مع مستوى التقوى مع مستوى العلم. فأصبح هناك هكر، قبل لم نكن نسمع بهكر قبل وجود الإنترنت هكر وأيضا ابتزاز إلكتروني للأسف الشديد. نعم، هذا مخترق جانب سلبي. فإذا أصبحت لدينا وسائل لاختراق المعلومات، يدخل على الواتس، يدخل. أنا مرة يعني أنا شخصيا أستاذ دعاية ورأي عام وتكلم عن الحصانة، قبل سنة تعرضت لاختراق، لم أكن أتصور أن الواتساب ممكن أن يتلبس شخص باسم شخص معي على الواتساب كل يوم ألقي له الصباح والمساء ونتبادل النكات ويستغل اسمك. في يوم ما ظهر علي هذا الصديق من نفس الواتساب نفس الاسم، صباح الخير يا دكتور، أنا في مول والفلوس معايا خلصت ويا ريت تحول لي على الفيزا كارت وتعطيني الرقم. فأنا يعني كنت ماخذ حاسب حسابات للفيس لأجهزة أخرى للهواتف، لكن الواتساب ويتحدث اللهجة والأسلوب كان المفروض أكلمه. لكن أنا أيضا كنت في زحمة عمل وفي الطريق وقال أنا في المول فطلع بالنتيجة هكر وصديقي لا يعلم قال آسف أنا هناك من اخترق تليفوني وبدأ يطلب من كل أصدقائي مبالغ. طيب لولا الرقمنة، لولا هذا تطور الإعلام، هل كان يستطيع هذا أن يأخذ مني مبالغ؟ صحيح. هل يستطيع أن يسرق صور البعض؟ هل يستطيع أن يشهر بالناس وأن يدخل في خصوصياته من خلال خصوصياته؟ صحيح. وأحيانا الاختراق من نفس الشركات، بمعنى يعني الواتساب هو بين أيدينا من قبل شركة الواتس أو الفايبر. ما الذي يدرينا لو أنهم ضمن التقنيات المعينة تذهب نسخ إليهم؟ هذا اختراق، واختراق صعب. أحيانا يعطيك أسئلة تقليدة يشعرك بالأمان. يقول لك الفيسبوك يريد أن يدخل إلى كذا مثلا الصور، تسمح؟ أنت تشعر بالأمان والارتياح، تسمح أو لا تسمح. أو مثلا الإيمو يرغب بتحديد مثلا مكانك أو كذا، ترغب؟ هذه في الجانب الحضاري والأمني وسائل جيدة، ولكن ما الذي يحدث لو أن هناك وسائل أخرى هم يدخلون علينا؟ ما الذي يضمن أن هذه الشركات لا تأخذ منا وهي التي صنعت الأجهزة؟ أيضا يا دكتور الشركات هذه بتصنع أيضا برامج وتحارب الفيروسات، يعني بتصنع برامج للفيروسات ثم تبيع هذه البرامج لمكافحة الفيروسات أو للهكر يعني. أحسنت، كل شيء نحن أصبحنا مطية بأيديهم، نحن أصبحنا وسيلة. يعني قبل ذلك الأجهزة الأمنية مثلا كانت تحتار لو أرادت صورة فرد فلان في الأسرة الفلانية، كيف تحصل الأجهزة الأمنية؟ الآن الفيسبوك
الكل ينشر صورة العائلية، ذهبنا إلى عيد الميلاد، سافرنا إلى الدولة مع صديقي فلان، نجحت ابنة فلان، فبدأنا نقدم صورنا على طبق من ذهب للأجهزة الأمنية التي تقبع خلف هذه الأجهزة، وفرنا لهم خدمة مجانية. ولذلك عملية الحصانة وعملية الحفاظ على الأسرار للفرد هي رسالة مقدسة، وهي رسالة حضارية يفترض على الشركات وعلى الأفراد الالتزام بها واستغلال موضوع الخير وعدم قطع سبيل المعروف، لأن أي فرد يشعر بأنه اخترق سيضطر لقطع اتصالاته في الآخرين ومن ضمنها الإنسانية، وهذا قطع سبيل المعروف. السادة المشاهدين، اليمن معروف منذ القدم بأنه من أكثر البيئات الطبيعية الغنية بالأعشاب والنباتات ذات المواصفات العلاجية، فحتى وقت قريب كان اليمنيون يعتمدون على الأعشاب والنباتات في علاج مرضاهم، وقد لعب التنوع النباتي والبيئي في اليمن دورا مهما في تلبية احتياجات الناس من عقاقير الطبية. نتابع هذا التقرير. ما عجز عنه الأطباء تجده عند العطار، قد تكون هذه المقولة أكثر تداولاً في اليمن، ربما لأنها كانت عبر التاريخ مملكة للتوابل، بل كانت الثروة الحقيقية التي أكسبتها الشهرة، كما أن الطقوس الدينية القديمة التي كانت تعتمد على التوابل واللبان والبخور والبن أسهمت في أن يضيع صيت اليمن قديماً وتصبح من أهم الدول التي يمر بها طريق الحرير. حتى اليوم لا تزال التوابل اليمنية هي الأرقى والأجود في المنطقة، وهي المادة الأنسب لإعطاء المأكولات مذاقاً مميزاً، ثم أنها قد تمثل مصدر علاج أكثر فاعلية من المركبات الكيميائية عبر وصفات حكيمة يطيب بها الجسم ويشفى. الزيوت في مراكز العطارة لا تقل أهمية عن التوابل، لذا فالناس يتهافتون عليها لتدخل في وجباتهم اليومية أو لتسهم في تجميل الشعر أو البشرة أو غير ذلك، والأهم فيها أن تكون مستخلصة على يد عطار عرف عنه الأمانة والصدق. وكما أن للتوابل اليمنية شهرة واسعة منذ القدم، فإن للبن اليمني بأنواعه نصف تلك الشهرة، لذا فلا غرابة أن تجد في كل عطارة قسم خاص لتحميص البن وطحنه، وتكفي رائحته المنبعثة لتكون سبباً للحكم بأن التوابل اليمنية هي الأجود بلا منازع. مرحبا بكم مجددا بروفيسور عبد الكريم، ما هي أبرز التحديات اليوم التي فرضتها تطورات شبكة الأنترنت والإعلام الرقمي المحيط بحياتنا بشكل عام؟ أهم شيء في ذلك هو الأمن القومي للبلد، حماية الأمن القومي للبلد وحماية المجتمع من خلال اختراق الأسرة، وإذا ما ضرب المجتمع ضرب البلد وضرب الأمن القومي. الأمن القومي الآن يخترق كما ذكرت عبر البروباغاندا، أي التسويق والدعاية والتبشير، وعبر العولمة بشكلها السياسي أو الاقتصادي. وأيضا الأمن القومي إذا ما استهدف عبر وسائل الدعاية والشائعة والضغط الاقتصادي والأعمال العسكرية والمناورة السياسية لغسل الدماغ، فإن الأمن القومي سيتعرض للخطر. تغيير الأفكار، أي غسل الدماغ ومحو الأفكار وزرع أفكار جديدة، بمعنى ستعمل انقلاب داخل البلد بدون أي قوة عسكرية وبدون أن تتجاوز وتعبر الحدود الوطنية. ولذلك نرى أن الحصانة الفكرية والثقافة الأمنية والوعي والتثقيف التام عبر المناهج، عبر المدارس، عبر مراقبة أرباب الأسر، عبر
رجال الدين عبر المنظمات الإنسانية، عبر الندوات، عبر ورش العمل العلمية، كل ذلك مهم جدا في سبيل الحد من استغلال الرقمنة والإعلام الرقمي والإعلام المعادي بوسائل التقليدية والحديثة، لأن أي بلد الآن يمكن أن ينخر من الداخل كما ينخر السرطان في جسم الإنسان دون معرفة إذا ما ترك الحبل على الغارب وانعدمت كل الوسائل التي ذكرتها. إذن يا دكتور، يجب أن يكون هناك دور فاعل للمؤسسات الإعلامية بحكم أنها الأقرب إلى الإنسان وأقرب إلى المواطن. نعم، المؤسسات، نبدأ من المؤسسة الأم وهي الأسرة، أهم مؤسسة فعلا، أهم مؤسسة الأسرة، لأن هذه الأسرة، هذا يذهب إلى المصنع، هذا إلى المدرسة، هذا إلى السوق، إذن المجتمع انطلق من الأسرة، والأسرة هي النواة الأولى لبناء هي المجتمع، الوطن وهي النواة الأولى، وهي الحصن الأول المنيع، الحصن الأول. لذلك يجب على الدولة أن تركز تركيزها العلمي والاجتماعي والتربوي على الأسرة أولا من خلال الدوائر الاجتماعية والثقافية وما شابه ذلك. ثاني شيء، خطورة المناهج. يعني الشاب مثلا، وأنا أركز على كلمة الشاب لأن الإنسان بعد الشباب يكون قليل التعرض للأخطار الفكرية بحكم التجربة الاجتماعية. الشاب حينما يخرج من البيت يخرج من الضوابط إلى عالم أوسع، إلى مفتوح، عالم أوسع، يذهب إلى عالم المدرسة. عالم المدرسة يعني عالم الشارع، كل الفئات والأديان والمذاهب والتربية كلها في المدرسة والآراء المختلفة. فلذلك يجب أن يكون هناك خط متوازي ما بين الأسرة، الأسرة والمدرسة، وما بين المدرسة. نأتي إلى الخط الثالث، حينما تغادر الأسرة وتغادر المدرسة ستذهب أين؟ إلى التلفاز. إذن يجب مراقبة الإعلام، يجب البرامج أن تكون برامج تربوية، التقليل من برامج العنف والانتحار وإظهار المجرمين كأبطال والتعاطف مع المجرم، يعني يظهر لك المجرم بغلاف إنساني، وهذا خطاب إعلامي خاطئ ومؤثر. يتيم مؤثر فعلا، يتيم يبرر لك حينما يكبر هذا اليتيم يقتل ويطلق، لماذا؟ لأنه يتيم. هل هو هذا خطاب إعلامي؟ لأنه يتيم وكل يتيم يقتل، ما الأمثال تضرب ولا تقاس، سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتيم وكان راعي غنم. هذه نقص في القائم بالاتصال في فكرة وذهنيته. فالإعلام مهم جدا في تناول البرامج، ابتعاد عن العنف، ابتعاد عن التطرف، ابتعاد عن القتل، ابتعاد عن الطائفية، يعني هذه الأمور كلها تؤثر. يجب أن نشيع الأمل، نشيع الأمل. الشاعر يعني يقول الطغرائي: أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. أقول له ستهون، إن الله مع الصابرين، ستفرج، أعمل. ولا نقول له انتهت الدنيا واختصر الطريق. أين يذهب الشاب؟ الشاب ينظر إلى الأب كمعلم، وينظر إلى المعلم كأب وكقدوة أيضا، كقدوة. هؤلاء يجب أن نركز عليهم. إذن الإعلام، الأسرة، الأب، المناهج، تحسين الوضع الاقتصادي، البطالة بحد ذاتها آفة، المخدرات بحد ذاتها آفة، الإرهاب والتطرف أشياء كثيرة، الإرهاب والتطرف حدث ولا حرج، هذا موضوع لوحده، موضوع ينسف كل صح. الأعمدة التي تعمل على بناء المجتمع. طبعا يا دكتور، أنت عارف أنه تأثرنا بجائحة كورونا، وتأثر أيضا الإعلام الرقمي، واستطاع أيضا الإعلام الرقمي أن يوجد البدائل خلال جائحة يعني كورونا. هل كنا بحاجة إلى إعادة ترتيب حياتنا بسبب هذا الفيروس؟ الفيروس، أنا لست طبيب لأتحدث عنه، لكنه شيء مريب. لا، من زاوية إعلامية. أنا نعم، أنا أفهم حضرتك، بس وضعت هذا الاستهلال هناك ربط. يعني الفيروس هو شيء مريب،
أيعقل ونحن في الرقمنة ونتحدث عن الإعلام الرقمي ودخلنا الألفية الثالثة وأصبحنا قرية كونية واحدة وعدنا إلى الزمن الذي كان فيه الطاعون والجدري ونقول فيروس؟ هل هيكل العلم والعالم أصبح ضعيفا هكذا بعد أن كنا نشعر بالإطمئنان من جانب الصحي على حياتنا؟ هذا موضوع ستكشفه الأيام اللاحقة. ويأتي فيروس يربك حياتنا واقتصادنا وحكوماتنا وحبك العالم بشكل كبير. غير الموازين كلها، غيرها على الرغم من أن لكل ضارة نافعة، يعني مثل استخدام برامج الزوم واللقاءات والاختصار والمؤتمرات وتوفير النقل والمواصلات والمادة و لكن هذا الفيروس عايشنا وأثر كثيرا، أثر على التعليم مثلا، التعليم الحضوري الميداني التقليدي أهم أم التعليم الإلكتروني؟ بلا شك الحضوري. لماذا؟ التعليم الإلكتروني هو تعليم جيد والأمور ماشية، لكن كل ما نضع مقارنة نجد الفوارق واضحة. ولم نكن مستعدين لها. ولم نكن مستعدين أحسن. صحيح. يعني التعليم الحضوري هناك تفاعل في مباشر مباشر والمشاعر. صحيح. يعني أنا ممكن كأستاذ أنظر إلى وجهك أو إلى شكلك فأقيم وضعك العلمي. صحيح. ربما أعذرك، أكون زعلان، أكون فرحان، أكون مبسوط، ربما أحاسبك. ثانيا أحيانا ترتبك بالإجابة، أراك لا تجيب، لكن شكلك وتفاعلك معي أنا كأستاذ أشعر أنك درست كثيرا لكنك ربما تعرضت لعام نفسي. أيضا الحضور يخضع إلى أسئلة، أيضا الحضور يخضع إلى عدم انقطاع كهرباء وإلى غش وإلى إشكالات وإلى كسل و فهذه من ضمن مشاكل الفيروس. أيضا الفيروس قرب الإعلام أكثر، استغل الإعلام الإلكتروني، بدأ لقاءاتنا مسيطر أكثر على الساحة. صحيح. والمناسبات، في حين حرمنا من اللقاءات الميدانية والقبل مع الأولاد والأبناء وتقبيل يد الوالدة وحضن الابن وتقبيل الحفيد. هذه مشاعر لابد أن تكون ميدانية، لابد أن تكون حاضرة. أيضا التفاعل الميداني اختفاء بسبب الفيروس، حرمنا من كثير من التجارب من المشاهدات، ولذلك فإن موضوع الإعلام هو موضوع استفاد كثيرا من الفيروس، لأن الناس بدأت لا تخرج وتستخدم الموبايل، تستخدم الإعلام، تستخدم الشبكة. بدأ أفراد الأسرة يجتمعون حينما يكونون خارج دورهم، يجتمعون بجروب على الواتساب. قبل ذلك كنا نجتمع في صالة ونتناول الطعام. صحيح. وهكذا. إذن السادة المشاهدين، فاصل ثم أعد لاستكمال حواري مع البروفيسور عبد الكريم الوزان.
أخي المواطن، اكسر سلسلة انتقال وانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد بالالتزام بالإجراءات الوقائية التالية: غسل يدين باستمرار بالماء والصابون، تجنب المصافحة المباشرة، السلام تحية، استخدام المناديل الورقية أو استخدام المرفق عن طريق ثني الذراع عند السعال أو العطس. أخي المواطن، التزامك بالإجراءات الوقائية واجب وطني وديني يحميك ويحمي بلادنا من فيروس كورونا الخبيث. معا للتصدي لكورونا الخبيث. مرحبا بكم مجددا بروفيسور. يعني الكم الهائل كما فهمت من كلامك من المعلومات التي نتلقاها عبر الشبكة العنكبوتية، هل تجعلنا فريسة للآخرين وممكن أن يؤثروا على الكثير من جوانب حياتنا وأيضا تهديد الأمن القومي والاستقرار الاقتصادي للأسرة؟ بلا شك، وهذا هذه نقطة مهمة وخطيرة. يعني كما الدواء له أضرار جانبية، التطور في استخدام العلوم أيضا له استخدام ضار من قبل ضعاف النفوس. أولا، المعلومات توثق ربما من جهات مخابراتية دولية، لأن الشركات التي تصنع لنا هذه الأجهزة أغلبها دوائر مخابراتية أو فيها أكثر العاملين من لأن هذه أجهزة لها علاقة بالأمن والمخابرات واختراق المقابل. وثانيا أيضا الخطورة من قبل الفرد، سواء كان الفرد متخصص كهكر كما يسمى أو من قبل ضعاف نفوس آخرين. الإنسان إذا خرج سره يصبح أسيرا له، متى ما عرف سره يصبح أسيرا لسره، بمعنى لمن يعرف سره. الهواتف الجوالة، الكمبيوترات، الاتصالات، كلها تضم ذاكرة على غرار الذاكرة البشرية، تخزن، بل أخطر من الذاكرة البشرية. الذاكرة البشرية مجرد all in you، فكرة، وقد مع مرور الزمن بينسى الشخص أشياء كثيرة. ولكن الأجهزة الذكية هذه، الفكرة معها فيديو مصور للفكرة، يصورك صورة وصوت، وأحيانا يجملك بالموسيقى والمشاعر، وهنا الخطورة. الأسرار العائلية، الأنكى من كل ذلك ليس الأسرار العائلية، الوطن أهم من الفرد. صحيح. الأسرار التي لها علاقة بالأمن القومي، يعني حينما يكون أحد الأفراد من العاملين بالقوات المسلحة أو بالأجهزة الأمنية أو بالدوائر العلمية ذات الصلة وذات العلاقة، ويتحدث مع شخص ويقول له فرحا اليوم اكتشفنا كذا كذا وسنفاجئ العالم، أو أنا عندي واجب، لدينا اعتقال لعصابة فلانية بالمنطقة الفلانية، وهكذا. هذه الأسرار توظف من قبل عدة جهات، وتؤخذ وتستغل، أما ضد الفرد وأما ضد البلد. أيضا يا دكتور، عفوا، هناك أيضا بعض الجماعات الإرهابية المتطرفة، يعني تستخدم الإعلام الرقمي لنشر أفكارها المضللة والمظلمة ومحاولة السيطرة على عقول الشباب. هل تعلم أن تنظيم داعش استخدم الإعلام الرقمي قبل أكثر من 10 سنوات، 15 سنة، استخدم الإعلام الرقمي ولديه ناس متخصصة في هذا الجانب، وتحركوا على القطاعات العسكرية، وتحركوا على حركة الشخصيات، وقاموا بقطع الطريق وتنفيذ، واستهداف العديد من الشخصيات واغتيال العديد. يعني مثلا الاستهداف في الطريق العام، تم استهداف عجلة، كيف علموا؟ هناك استخدام للإعلام وللمعلومات والشبكات، ينتظر العجلة العسكرية أو المسؤول الفلان. حتى الاغتيالات في أي بلد لأي شخصية بغض النظر عن الظروف، كلها هذا نتيجة التسرب، التسريب، عدم
ضمان المعلومات. لذلك نوصي الفرد أن يكون بعيدا عن الثرثرة. الثرثرة يتم تصفية الكثير من القضايا المفيدة لصالح العدو. تذكرت يا دكتور أنت تتكلم أيضا المهندسة الشهيدة العراقية ليلى العطار، يعني تم استهدافها واغتيالها عبر استقطابها لحضور ليلى العطار حينما استهدفت رحمه الله، استهدفت يعني بطريقة أنا أعتبر رقمنا أعلام علم. استقطابها المؤتمر يعني رتبوا لها مؤتمر تكريم فنانين وكذا، هي رسامة تشكيلية ومدير عام كانت ولها دور، لأنها قامت برسم صورة بوش على الأرض في مدخل فندق الرشيد ببغداد وداستها الأقدام. فهي في بغداد المنصور آمنة في بيتها. طبعا وزعوا لهم هدايا، الهدايا قلادة. لم يكن الاستعداد الأمني والحصانة في التسعين كما هي الآن، يعني قلادة ذهبية هدية في مؤتمر، والمؤتمر واجهته مرتبطة فنية. بالشريحة، هذه القلادة فيها شريحة حددت مكان ليلى العطار، فأطلق عليها صاروخ من بارجة من طائرة خارج الحدود العراقية، وجاء الصاروخ إلى الصالة إلى الدار وقتله. واستهدف أيضا الكثير من القيادات والعلماء العراقيين، يعني العلماء العراقيين بالمئات. فلذلك علينا أن أستذكر أعيد كل النقاط التي ذكرتها في الحصانة، في الوعي، في التعامل الصحيح، في الاستخدام، وأوصي بعدم يعني فسح المعلومات أمام الملأ أو أمام صحيح. موظفين غير معنيين، يعني على المسؤول على أن يحتفظ بها. إذن من الموت إلى الحياة، سوف ننتقل بكم إلى الموسيقى الحضرمية التي تتميز بكونها متنوعة جدا، إضافة إلى مرونتها وقابلية دمجها مع مختلف الأنواع الموسيقية. فعلا الموسيقى الحضرمية صعود للعالمية. من الموسيقى إلى المطبخ اليمني، حيث يشتهر المطبخ اليمني بالعديد من الأصناف المميزة والغنية بالبهارات والعناصر الغذائية المختلفة التي يحتاجها الجسم. ومن الوجبات اليمنية الشهيرة أكلة الحنيذ التي تعتمد في مكوناتها على لحم الضان والبصل والبهارات المختلفة التي تضيف لها طعم ونكهة مختلفة، وتعتبر هذه الوجبة من الوجبات سهلة التحضير. لذلك تفضل العديد من الأسر اليمنية والعربية تحضيرها في المناسبات المختلفة سواء في الأفراح أو العزومات. نتابع طريقة لحم حنيذ بالطريقة اليمنية.
ان شاء الله دكتور تكون يعني عجبتك اللحمه بالحنين. وش قبضه ثاني بعيد عني؟ انت عازمني انا والمخرج والجمهور ولا انا والمخرج بس على كباب عراقي؟ لا لا حتى اكون منطقي لا اعمل دعايه الجمهور ما استطيع بس انت بالعكس والنعم فيكم يا دكتور. حياك الله. وصلنا طبعا الى الختام، اللحظات الجميله تنتهي بسرعه. كنت ضيفا عزيزا وغاليا البروفيسور العراقي عبد الكريم الوزان، عميد كلية الإعلام في جامعة ابن النفيس والباحث في مركز أبابيل للدراسات الاستراتيجية. شاكر جدا قبولك الدعوة لحضور هذا البرنامج الصباحي. أتمنى لك المزيد من التألق والإبداع في مهامك الأكاديمية والإعلامية دائما. بارك الله بحضرتكم، شكرا لقناة اليمن اليوم ولكل أهلنا الكرام في اليمن، وفرصة طيبة حضوري معكم اليوم. شكرا جزيلا. شكرا السادة المشاهدين. الحديث عن الطموح في المستقبل يعني الحديث عن إنجازات كثيرة يطمح الشخص إلى تحقيقها، وهذا يعطي دافعا كبيرا للعمل والإنجاز والاجتهاد وزيادة العطاء والاقتداء بالأشخاص مثل البروفيسور عبد الكريم الوزان، وهو من الناس المميزين الذين حققوا أحلامهم ووصلوا إلى إنجازات كبيرة توازي حجم طموحه الذي كان يسعى إليه. لا تنسوا، ابتسموا دائما في وجه الحياة. فانا بودع بعد ما قد شاف لك حب وداع في الحشام استودع كل امر سهل من دون الوداع. كيف انا بودعك بعد ما قد شاف لك حب وداع في الحشام استودعك في لك أغلى مكانة. الله الله بالأمانة يا مهم انتك بقلبي. الله الله بالأمانة مفترق منك بنات.